بيكم معنا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. إن شاء الله وصفتنا النهاردة تعجبكم. هنبدأ بعجة الطعمية الحارة، طبعا تقدروا تشيلوا منها الشطة. وعجينة الطعمية احنا عملناها مع بعض أكتر من مرة فمرضتش المرة دي نعملها، طبعا بتتباع برضو عند كل محلات الفول والطعمية في مصر. الطعمية بتاعتنا بتتعمل من الفول المدشوش عكس اخواتنا في الشام بيعملوها بالحمص، وفي ناس بتعملها ميكس ما بين الحمص والفول المدشوش. الفول المدشوش للناس اللي ما تعرفوش هو عبارة عن الفول العادي اللي احنا بندمسه، بس بيكون اتشال من عليه القشرة بتاعته متقشر يعني، ومدشوش اتنين يعني الحباية بتاعت الفول مقسومة اتنين، عشان كده بنسميينه الفول المدشوش. بيتعمل منه على فكرة وصفات كتير، ان شاء الله نبقى نعمل حلقة متكاملة عن الوصفات المصرية باستخدام الفول المدشوش، ولكن من أشهر الوصفات اللي بنستخدمه فيه هو العجينة بتاعة الطعمية اللي بتميز مطبخنا المصري واللي بنفتخر بيها جدا جدا جدا، وهي وصفة أو وجبة أساسية للفطار بتاعة المصريين كلهم. بنجيب الفول المدشوش دوت وبننقعه مدة ما تقلش عن 12 ساعة، وبعد كده بنستغنى عن المية بتاعته وبننشفه كويس قوي، احنا مش عايزين جواه مية. بعد كده بنجيب بقدونس وشبت وكزبرة، وفي ناس بتستخدم نوع واحد او نوعين بس طبعا كل واحد حسب ذوقه، وبنحط كمان معاها كرفس، وبنحط معاها بصل اخضر، وبنحط ثوم. التوابل بتاعتها عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة مطحونة. بناخد كل ده في العجان، أسفة مش في العجان، في المفرمة بتاعة اللحمة أو في الكبة، لحد ما يبقى العجين زي ما انتوا شايفينه كده متماسك وفي نفس الوقت خشن شوية، ما بيبقاش طري، ما بيبقاش ناعم، بيبقى خشن شوية زي ما انتوا شايفين كده. خلاص في الوقت ده بنسيبها تهدى شوية، وبعدين في ناس تضيف لها بيضة، في ناس تضيف لها رشة من البيكربوناتو عشان تطلع هشة من القلب بتاعها ما تطلعش مكتومة، وبعد كده بتنزل على زيت غزير ويكون سخن وتتحمر وتبقى الطعمية بتاعتنا بتاعت الفطار العادية. في ناس تاكلها بعيش بلدي، في ناس تاكلها بعيش شامي، في ناس تاكلها بعيش فينو بسمسم، أنا منهم. في ناس تحط عليها بتنجان مخلل أو بتنجان مقلي، في ناس تحط لها طماطم، جبنة بيضة حادقة، كل واحد بياكلها بطريقته بقى. المهم احنا عندنا عجينة، كل ده بشرح لكم عشان احنا عندنا في المكونات أو في المقادير عجينة الطعمية. بعد كده عندنا ايه بقى؟ عندنا بيض حسب عدد افراد الاسرة، وعندنا فلفل حار، وعندنا بصل مفروم، وعندنا طماطم مفرومة، وعندنا ملح وفلفل وزيت ذرة مش زيت زيتون. شوية زيت هنا، شوية زيت يعني معلقتين كبار كده، واتأكد ان الصينية او الطاجن او البايركس اللي عندي فرشت عليه الزيت كله على 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 القاعده بتاعه البايركس كلها. خلاص حطيت الزيت، هحط بقى عجينه الطعميه. طبعا بتطلع اخف كتير من القلي، بس طبعا ما فيش زي طعم الطعميه المقليه. خلينا صراحه الطعميه المقليه من احلى الحاجات اللي في الدنيا. طيب ممكن احطها طبقة كده من تحت واحط فوقيها الخضار والبيض، وفي طريقة تانية اني اعملها عجة متداخلة مع بعضها، يعني بعد ما اجهز الخضار بتاعها بعجنها بالبيض والخضار وادخلها الفرن، والطريقتين حلوين يعني، شوفوا انتوا حابين ايه. خلاص فردت كده الطعمية دي كده حلو، هروح على النار هاخد يعني نقطة زيت بقى، لاني حطيت زيت هنا بكمية كويسة، فهاخد نقطة زيت واحدة اهو، معلقة زيت. يلا بسم الله. بصل، ملح، فلفل اسود، الفلفل الحار اختياري وكميته كمان اختياري، وتقدروا تستبدلوه بالفلفل الرومي، وقلب.
بس عايزاه يطرى، ولا يصفر ولا يبقى بني ولا اي حاجه خالص، يطرى بس. وبعدين اخد الطماطم هنا وقلب. طيب انا جهزت دلوقتي الخضار، ممكن احط عليه خضره بقى، شبت بقدونس كزبره، ممكن احط عليه فلفل رومي، ممكن احط عليه معلقه صلصه، زي ما انتوا عايزين، انا هكتفي بكده. طيب بعد ما جهزت الخضار قدامي بقى دلوقتي حل من الاثنين، يا اما اكون فردت عجينه الطعميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الزيت واحط عليها الخضار وانزل عليه البيض، يا اما اعجن او اقلب الخضار مع البيض واحطه على وش الطعميه، او اقلب البيض والخضار وعجينه الطعميه مع بعض واحطهم في البايركس، وكل الطرق حلوه وكل الطرق صح. ماشي، براحتكم بقى زي ما انتوا عايزين. يعني انا مش عارفه، حاسه اني عايزه ارجع في كلامي واقلبهم مع بعض. الخضار اللي جهزناه مش عارفه، اصل انا حاسه، ما اعرفش، حسيت كده ان انا ايه عايزه اعمله بالطريقه دي مره، فمعلش. حطيت الخضار اللي احنا جهزناه سوا، هنزل عليه عجينه الطعميه، هقلبهم مع بعض كويس قوي قوي. هاخد البيض واضربه جواهم، هزود بس رشة فلفل اسود للبيض واضربه مع بعضه بقى. وفي نفس البايركس او الطاجن او الصينية هرص العجة. العجة دي مش بتاخد دقيق علشان خاطر احنا حاطين اصلا الطعمية او عجينة الطعمية، وانزل بيها على البايركس. بسم الله، او الصينية، اي حاجة، مش لازم بايركس. يعني اساوي، عايزين تحطوا على وشها جبنة كمان، تقدروا تحطوا على وشها جبنة بس كده. فرن سخن فوق وتحت شغال، الرف اللي في النص درجة حرارة 180، وانا اتركها في سلام لحد ما تستوي. نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. معلش انا شم ريحة غريبة، معلش. هي بدأت تستوي يعني، اتشمعت كده ومسكت نفسها، بس لسه ما استوتش سوا كامل. تعالوا بقى نعمل مع بعض طاجن الفول بالبشاميل، وده من الحاجات المستحدثه يعني على المطبخ المصري، علشان نعمل من الفول عزايم مثلا سحور، عزايم فطار، يوم الجمعه مثلا لو في تجمعات عائليه كبيره او كده. بس الحقيقه ان هو بيبقى حلو جدا جدا، وكمان هنحط له بيض. لو انتوا بقى عايزين تقفوا عند مرحله الفول بالبيض تقدروا تقفوا، وبعد كده المرحله بتاعت البشاميل دي تستغنوا عنها. بعد البشاميل تقدروا تدخلوه الفرن تحت الشوايه ياخد لون، وتقدروا تقدموه زي ما هو، يعني ساعات بيتقدم ابيض وساعات بيتقدم واخد اللون الجراتان اللي على الوش ده. الفول علشان ندمسه اولا لازم نجيب نوع فول كويس، سواء من عند العلاف، من عند العطار، من السوبر ماركت، المهم ان يكون النوع كويس ويكون مخصص للتدميس ويكون كبير، ما تكونش الحبات بتاعته صغيره. بنجيبه بنغسله كويس جدا جدا، وبعدين بننقعه بميه، والميه تفضل مغطياه طول مده النقع، يعني لو قلت نزودها او نحط كتير من الاول علشان كل ما تقل تفضل على سطح الفول. بعد كده بنتخلص من مية النقع، مش بنستخدمها، وبعدين بنحطه في القدرة او في الحلة على اقل نار ممكنة. لكن قبل ما نوصله لاقل نار ممكنة، النار بتكون عالية الاول، بحطه الاساسيات معاه ايه؟ رشة كمون بسيطة جدا عشان ما يمررش،
رشة كركم بسيطة عشان يدي اللون الكهرمان اللي انتوا بتشوفوه ده. لو الفول عندكم النوع بتاعه مش كويس، مثلا انتوا برا مصر والانواع مش متوفرة قوي، يبقى على طرف المعلقة بيكربوناته اللي هي البيكنج سودا او اللي هي بيكربونات الصوديوم، التلاتة حاجة واحدة خلاص، بتتجاب من عند الصيدلية، العطار، العلاف، السوبر ماركت، كلهم واحد. وبعدين بغطي المية على وش الفول طول مدة التسوية، باخد اول غلوة ووطي على اهدى نار خالص، من لما وطيت على اهدى نار احسب 12 ساعة خلاص. طول ما هو بيبرد بعد التدميس لازم المية تكون مغطياه عشان ما يسودش. طيب ايه الاضافات بقى اللي ممكن نضيفها؟ احنا قلنا الحاجات الاساسية، الاضافات اللي ممكن نضيفها ايه؟ معلقة صغيرة صلصة، طماطماية، بصلاية، فصين توم، عصرة ليمون، الليمون نفسه اللي احنا عصرناه، كل دي اضافات بنحطها. يعني كبشة كده من الرز المصري، كبشة عدس اصفر، كل دي اضافات ممكن نحطها للفول وممكن الاستغناء عنها خلاص. عشان نعمل طاجن الفول بالبشاميل محتاجين فول مدمس احنا هرسناه شوية، زيت زيتون او ذرة طبعا، او زيت حار، بس الزيت الحار ما بيتحطش على النار، يعني زيت الحار لازم تحطوه على الفول على البارد، وزيت الحار هو زيت بذور الكتان، وعملناه قبل كده مع بعض عملي ان احنا طحنا بذور الكتان ونقعناها في زيت لمدة اسبوعين، عتقناها يعني. فول مدمس مفروم، زيت زيتون، كمون، ثوم مفروم، بيض مسلوق، جنزبيل بودرة، لبن وزبدة ودقيق وملح وفلفل. ادي يا حبايبي الحلة على البارد، على البارد خالص، لبن مع اللبن دقيق مع الدقيق رشة ملح رشة فلفل، نقلب على البارد كله، لسه انا ما طلعتش على النار خالص، واقلب اقلب 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 لحد ما اتاكد ان مفيش اي تكتلات نهائيا. عايزه احط له معلقه زبده احط، عايزه احط له معلقه زيت احط، مش عايزه ما احطش. ارفع على النار بقى وافضل اقلب لحد ما البشاميل يتقل معايا، يبقى البشاميل بتاعنا جهز. تمام تمام، لقيته تقيل اضيف لبن، لقيته خفيف يا اما سيبه على النار يتكثف، يا اما معلقه لبن في معلقتين لبن في معلقه دقيق اقلبهم وانزل بيهم عليه تتقله زي ما انتوا عايزين. يبقى كده البشاميل جاهز، كده البشاميل جاهز. معلش ابص على الفرن، حلو قوي قوي كده، عشان بس ما بقاش واقفه مشغوله بيه. جميل قوي قوي، استوت وبقت جميله. العجه بتتعمل بمليون طريقه، كل مره بنحاول نقدم لكم طريقه منهم، وبتتاكل سخنه او دافيه او ساقعه، وفي ناس بتعملها سندوتشات، وفي ناس طبعا بتاكلها كده بس، يعني مش محتاجه حاجه، براحتكم خالص. هروح عند الووك اللي انا سخنتها، احط معلقه زيت، زيتون، ذره، زي ما انتم عايزين، احط معلقه زبده، احط فص ثوم مفروم، انزل عليهم الفول، طلع الريحه، فول مدمس ومهروس، مدمس زيتي ماشي، جبتوا علبه فول او كيس فول من العربيه او من محل الفول ماشي، يعني كله تمام ما فيش مشاكل اهو. ارفع من على النار، اديله رشه كمون، رشه جنزبيل، الجنزبيل اختياري، ممكن تستبدلوه بالكزبره الناشفه، واقلب جواهم الكمون والايه والجنزبيل. تمام تمام اهو اهو، بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنشوح البيضة او البيض يعني اللي احنا
سلقناه. طبعا البيض بيتسلق بمية فيها رشة ملح خفيفة ونقطة خل علشان القشرة بتاعته تفك منه بسهولة. أول ما البيض يستوي السوى اللي انتوا عايزينه، طبعا كل واحد حسب بيحب ياكله ازاي، بتاخدوه و يعني تضغطوا عليه بسكينة بمعلقة بإيديكوا، المهم ان انتوا تكسروا القشر بتاعه وتحطوه في مية في درجة حرارة الغرفة دقايق بسيطة عشان ما يبردش، بس في نفس الوقت المية دي بتدخل ما بين القشرة والبيضة فتفصل لكم القشرة عن البيضة، ودي اسهل طريقة لتقشير البيض. في طرق تانية كتير زي انكم تخبطوا على البيضة لحد ما تسمعوا صوت الكراك بتاعها قبل ما تحطوها في المية، بس دي يعني تريكي شوية لان في ناس بتبوظ البيضة، فدي اسهل طريقة تقدروا ان انتوا تقشروا بيها البيض. عايزة اروح هنا اشوف اخبار البشاميل ايه. بدأ يسخن بس لسه ما تقلش، وعايزة احط طاسة على النار، احط زبدة، رشة ملح، رشة فلفل، رشة كمون، رشة جنزبيل. رشة دي يعني على طرف المعلقة، يعني ما تجيش ربع معلقة صغيرة او ربع معلقة ملح يعني. خلاص خلاص هنزل عليهم البيض اهو كده عشان اسيبهم يتدحرجوا هنا عشان يبقى بيض متدحرج. خلاص ممكن تاكلوه لوحده وممكن تاكلوه مع الفول. تعالوا بقى نطلع فاصل عقبال ما ادحرج البيض ده واتقل البشاميل شويه ونرجع لكم. اهلا بيكم بعد الفاصل. الفاصل من اهدى مكان في العالم. عايزه ارفع البشاميل على النار العاليه سنه، هو بدا يتقل بس وانا مش هتقله قوي يعني هسيبه برضو خفيف سنه، بس محتاجه النار العاليه ايه تشهل معايا الدفعه الاخيره دي. ما عملتش حاجه خالص، رفعت البيض المدحرج من على النار وقعدت اقلب في البشاميل وانتوا في الفاصل، وبعدين دلوقتي رفعته على النار العاليه معاكم اهو عشان بس يتقل شويه شويه مش كتير، انا مش عايزاه تقيل قوي. حلو جدا. ثواني وهيكون جاهز، بس كده هرفعه وابتدي بقى ايه اعمل او اطبق الطاجن بتاعي ازاي هقول لكم. محتاجه هنا طاجن او اي حاجه، بايركس يعني اي حاجه انتوا عايزينها. اوكي انا حاسه ان الطاجن ده كبير شويه فبتهيألي ان هستخدم الاصغر منه. هحط اول طبقه هي طبقه الفول اللي ممكن تاكلوه كده زي ما هو بالعيش، يعني مش محتاج اي حاجه جنبه، عادي جدا متحيق وجميل وتقدروا تاكلوه زي ما هو كده. وهقوم منزله معاه البيض المدحرج اللي احنا جهزناه واللي برده ممكن يتاكل لوحده. وبعدين هقوم منزله عليهم صوص البشاميل وانا عاملاه سايب شويه عشان ما يبقاش تقيل مع الفول والبيض، ما يبقاش تقيل معاهم، فاهمين قصدي؟ اهو كده حلو قوي. طيب ينفع نقدمه كده وينفع نديله وش تحت الشوايه بتاعت الفرن. انا مش هديله وش بصراحه لاني مش بحبه بقى ياخد وش ويبقى له وش تخين لا انا بحبه طري لين كده وخفيف مع الفول والبيض.
طيب ممكن نقدم الفول لوحده والبيض لوحده، ممكن نقدم الفول والبيض بس ونشيل البشاميل، يعني كل ده طبعا عادي اختيارات زي ما انتوا عايزين. ماشي ماشي، خلصنا عجة الطعمية وخلصنا الفول مع البشاميل. تعالوا بقى نعمل بيض بالعجوة. بيض بالعجوة دي وصفة مصرية أصيلة، وأعتقد يعني كنت في مرة كده نزلت على السوشيال ميديا زي استفتاء كده يعني، ولقيت ان هو موجود في بعض البلاد التانية، وخاصة العجوة اللي بالسمنة البلدي يمكن ما يكونش مختلطة بالبيض، وفي بلاد بتختلط بيها البيض برضو. تقدروا كمان انتوا هنا تعملوا البيض بالعجوة او العجوة لوحدها. اوكي طيب، احنا محتاجين نار هادية لان العجوة بتتلسع بسرعة، ومحتاجين سمنة بلدي، انا بفضل انها تكون الجاموسي اللي هي البيضة مش البقري اللي هي الصفرة، وبيض طبعا حسب رغبتكم او حسب عددكم، وطبعا احنا محتاجين نعيش بلدي في الحلقه في المطلق، او فعشان نعمل البيض بالعجوه والسمنه محتاجين عجوه طريه، واحيانا نعملها بالبلح الامهات الرملي، بالتمر الطري برضو، كل دول ينفع، اللي موجود عندكم استخدموه، وسمنه بلدي وبيض وملح وفلفل وعيش بلدي ناكل بيه كل الحاجات الحلوة دي. هنعمل ايه بقى؟ حالا لسه حاطة الطاسة على النار حالا، لان انا مش عايزة نار عالية، لو استخدمنا نار عالية العجوة او التمر او ايا كان الحاجة اللي انتم مستخدمينها هتتلسع منكم، فيدوبك لسه حطاها حالا مش مسخناها من قبل. باخد شوية سمنة، في ناس بتحط لها سمسم، في ناس بتحط لها حبة البركة، في ناس بتحط لها رشة قرفة ورشة حبهان، براحتكم خالص. لو هتاكلوها من غير بيض، في ناس بتحط لها رشة مية ورد او مية زهر، كلهم حلوين وانتوا زي ما انتوا عايزين. باخد العجوة، وانا مش بحب افرم يعني ايه اعجنها تبقى عجينة مع البيض، بحبها تبقى قطع، برضو ده ذوق شخصي. في ناس او معظم الناس بتهرسها خالص وتدخلها جوه البيض، انا بحب اكل معاها البيض عيون. في ناس بتحب تاكل معاها البيض سكرامبلد مدموج بيها، برضو كل ده صح وكله حلو وكله ماشي الحال. شايفين خدت لون على طول ازاي؟ عشان كده بقول لكم ما تطولوش عليها وننزل بالبيض على طول. شايفين اهو، انا بحب بقى اعمل لها بيض عيون، بس افتح البيضه كده الصفار عشان اتاكد انه استوى، واخدها معاه كده. عايزين تعجنوها معاه، عايزين تضربوا البيض قبل ما تنزلوه، براحتكم تماما. في ناس تحب تحط لها ملح وفلفل، وفي ناس تقول لا ما بنحط لهاش ملح وفلفل. انا طبعا ده بيض، فيعني انتوا عارفين مستحيل، يعني رشه ملح لا تسكر تظبط الطعم، ورشه فلفل برضو بسيطة مش كتير زي البيض مثلا اللي هعمله عادي من غير اسمها ايه، من غير عجوة. نعمل بقى شوية عجوة لوحدهم، ايه رأيكم؟ ما رأيكم ده من فضلكم؟ انا اعتبرت ان انتوا وافقتوا، او ان السكوت علامة الرضا، يعني انا اعتبرت كده، مش عارف، انا اعتبرت كده. عجوة سمنة بلدي، شكرا، خلاص خلص الموضوع. عيش بلدي طازة والف هان على قلبكم.
العجوة دي تتحط على طول يا حبايبي في علبة في باب التلاجة وبتتعمل في ثانية زي ما شفتوا كده، بالبيض من غير البيض مش قصة، مش هنختلف. البيض بالعجوة هنا استوى، ارفع من على النار. هنا تقليبة لأن النار هنا عالية، شايفين يا عيني، رشة سمسم ماشي، رشة قرفة، رشة حبهان ماشي، من غير حاجة خالص ماشي برضو، يعني مش هتقول لأ، مش هتقول لأ. انزل في الطبق اللي هبة كانت محضراه هنا عشان ما تزعلش. وادي العجوة، شايفين اصلا طريه ازاي، بس لحسن تكونوا فاكرين ان هي بتبقى قطع ناشفه، بصوا طريه ازاي، انا بقصد قطع في الشكل، لكن هي طريه جدا جدا، يعني يا دوبك بلقمه العيش هتلاقوها ايه، نعمت خالص. بس خلاص نودي حاجتنا هناك. ماشي يلا، ادي العيش يا حبايبي، وادي العجه اللي بالطعميه، وادي الفول اللي بالبشاميل، وادي الفول بالعجوه او بالتمر عشان حبايبي اللي بره مصر يفهمونا، عجوه يعني تمر طري مفروم ناعم، وادي العجوة بالسمنة البلدي فقط لا غير بدون بيض، وعليكم الاختيار. هنطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا. طب اجيب الكوبايات من نيش. بصوا يا حبايبي، هنعمل دلوقتي مع بعض عصير ليمون باللبن والنعناع، وده ما يطلق عليه الليمونات المصري. وهاخدها واروح بيكم لكذا اختيار تانيين برضو، لمجرد يعني الايه التغيير او الايه التعدد في الطرق. الليمونات المصري عباره عن ليمون، بس احنا مش بنقشر ليمون، انا مقشراه عشان الناس بتقعد تقول يا اميره بيمرر معانا، بس انا وكل امهاتنا ما بنقشرش الليمون. خلاص، انتوا عايزين تقشروه قشروه، مش عايزين تقشروه اهم حاجه ان الليمون يكون بلدي والليمون يكون اصفر، بس كده تغسلوه كويس جدا واستخدموه بقشره. المهم الوصفه عباره عن ليمون وسكر، وحدتين نعناع ولبن وشويه ميه. خلاص كده، دي الوصفة الأساسية اهي. انا هبعد لكم كل الحاجات الزيادات. مية ولبن حليب، ليمون ويفضل يكون بقشره أصفر بلدي، سكر، ورق نعناع أخضر بلدي. خلاص كده، ده الليمونات المصري الأصلية، خلاص البيسك زي ما بنقول دايما. طيب انا بقى عايزه اديها نكهه نعناع ازيد زي الكافيهات، ولون احط لها شربات نعناع. طب انا عايزاها يا اميره تبقى فيها شويه صودا، ميه صودا او مياه غازيه بيضه، والاثنين مش نفس المنتج. عايزه وانا بقدم احط شرايح ليمون، ماشي. عايزه احط شويه تلج عشان الميه واللبن بتوعي مش ساقعين، اوكي. عايزه احط فانيليا عشان اديها نكهه، ما اقولش لا برضو. خلاص، طيب تعالوا نشوف الخطوات عبارة عن ايه. الخطوات دي بقى اجبارية، يعني هتعملوه كده هتعملوه كده هتعملوه كده. الخطوات اللي هنعملها في الخلاط دي اجبارية عشان تاخدوا نعناع مظبوط وما يضايقكوش، وده بيتشرب اول باول، ما بيتحطش في التلاجة. طيب بسم الله، الليمون، السكر، المية، وهنوقف على كده دلوقتي. اضرب ده كله مع بعضه كويس جدا. طيب كويس جدا، بس مش زياده عن اللزوم. الضرب الزياده بيخلي الليمون يمرر، فانا عايزه اضربه ضربه سريعه بس كويسه. خلاص،
كده انا عندي ليمون خلاص، ليموناته. انا كده عندي ليموناته خلاص جاهزه اهو، اصفي كويس جدا. بسم الله. هروح عند الحوض وهغير، هاخد حاجه بقها واسع شويه. صفي هنا، خلوا بالكم المصفى اللي تستخدموها للحاجات الحلوة ما تستخدموهاش للبصل والحاجات وكده، ها يعني افصلوا عشان النتيجة تبقى كويسة. وانا بصفي، شوفوا معلومة مهمة جدا، الضرب لازم يكون سريع والتصفية لازم تكون كده، ما جيبش معلقة وانزل على الليمون كده، هينزل كل المرار اللي جواه. يعني انا مش عايزة اهدر منه، بس مش عايزة اضغط عليه، اعصره يعني زي ما بيقولوا، لا مش عايزة اعمل كده. بس خلاص شكرا. نرجع ده هنا عشان هفضل حاجة. نرجع ده هنا. هنحط له ورقتين نعناع، وهنحط له شوية اللبن الحليب. ضربة واحدة في الخلاط، واحدة. طيب بضرب على حرارة، على الحرارة ايه، على سرعة عالية عشان اضرب كويس، وفي نفس الوقت ما اخدش وقت طويل عشان ما يمررش معايا. بسم الله. دي الليمونات المصري العادية اهي. عايزاها بنكهة الفانيليا يا أميرة. فانيليا، ليمونات. عايزاها بنكهة النعناع، شربت نعناع، ليمونات. عايزاها بالمياه الغازية، ليمون، نعناع، تلج. شوية مياه غازية هنا، شوية ليمونات مصرية. عايزينها بإيه تاني؟ أمره. ناخد بقى دي اللي عملناها عادية صح؟ ناخدها، ناخد واحدة كوباية أختها ونحطها فيها دلوقتي، بس نودي الأول. أهو. لازم تتعمل وتتشرب على طول، ما تعملوهاش وتركنوها، أو تعملوها وتقدموها بعدها بشوية وتحطوها في التلاجة، بتتقدم على طول وإلا بتمرر. مستخسرة الكمية اللي في الجار بصراحة. بس خلاص كفايه طعمها.
دي كانت وصفاتنا وأفكارنا للنهاردة اللي بتمنى تكون عجبتكم. عملنا لكم من المطبخ المصري عجة الطعمية، عملنا فول بالبيض المدحرج والبشاميل، عملنا عجوة بالبيض، عملنا عجوة بالسمنة البلدي، عملنا لمونات باللبن على الطريقة المصرية، وقدمناها بكذا طريقة. يا رب تكون كل الوصفات عجبتكم. أتمنى متابعتكم يوميا على سفرة. استنونا.